الرصاص محفوظة من رب السماء وإحنا لجل حراس يا بصرة. بروح لو بكلمه قدام حراسه ورجاجيله، الشيء هذا ما ينسكت عليه. ايوه مساله ان الصبح هنا ويا عمي ابو ناصر وسكتنا وما قلنا شيء، طوفناه والحين بيروح حق انه اخذ عبيد عشان يمنع ياخذ خالد، لا يبى مصخه السالفه عاد. انا اقول بدل ما نصارخ ونهدد خلونا نفكر ايش بنسوي. ايوه يا جماعه استهدوا بالله، بمصرخ خلوه علي انا بروح له وبشوف ليش سوى كذي. بس انا يا اخوك اخاف يشوفك بروحك يقوم يدز ريايله ويسجنونك، انا لازم اروح وياك. هذا ما ينفع معنا الكلام اليابس، خلونا نواجه عشان يعرفنا في ريايل. لا تحاتون، بمسرع عمره ما يسوي معي شيء، بروح له وبحاجي. لا يا ايوب لا تروح بروحك، خذ وياك اخوانك. خلاص دام كذي خالد ومحمد يوم معي، العبد نخليك هنا. ايوه يلا. عسى الله يوفقكم ان شاء الله. صلى الله وفقكم. حسبي الله ونعم الوكيل. طلوني هني ادش داخل وارجع لكم، وما يصير ندش كلنا بعد. لحظه يبا لحظه، انا لازم ادش وياك. لا تحاتي، ان صار شيء ناديتكم. ها
مريوم مريم مريوم مريم انا كنت بروح المزرعة عند الوالد بس قلبي ما طلعني امشي قبل لا اشوفك انا ودي اتم وياك طول عمري انا وايد مستانس ان انت هني ودي تتمين هني على طول بس هالمرة عاد تمين زوجتي يعني ان شاء الله راح امشي بس ما راح اتاخر راح اكون موجود هني وياك دير بالك على نفسك مريم أنا بمشي يا ايب اخوانك يساعدونك يا سالم هذا اللي اتفقنا عليه مو هالكلام قوله حق روحك انت شلون رايح حق ناخذه وقايل له ما ياخذ خالد اخوي معاه البحر وهالدالية الملعونة الخبر ما يتم فيها دقيقة الا وينتشر بين الناس وفي البيوت انت الحين لا تعصب وتقول كلام مني منك انا مو قايلك بشتغل معاك بس مهلني كم يوم ما قلت لك ان سالم بيزعل وانا ما قلت لك ايش قصدي من هالشيء خير ايش قصدك بعد يا ريال انا وياك متفقين وهذا ما يمنعني اسوي مع الوالد شويه حركات شنو حركات ايه حركات حتى ما حد يشك فينا ولا يظن الوالد ولا اخوانك ان احنا متفقين هذا الشيء يا ابو مسره انا ما فكرت فيه ولا طلع على بالي ابد بمسرة يفكر عدل يا سالم وانت لازم تثق فيه وتحط ايدك بايده وتتوكل على الله واكيد بيصير كل خير يا ابو عبد الله عندنا اليوم هلا وسهلا هلا ومية هلا ما شاء الله يلا يا صالح خلنا نروح عند عمك ابو عبد الله ونشوف شو اللي سواه ويا ابو مسره روح بروحك يا ابوي احسن شو قال روح بروحك ليكون زعلان من سالم لا ما فيني شيء بس اذا شافني دخلت وياك بيتهم عزتها بيضا شيء ثاني وعقب الله العالم شو اللي بيصير ما بيصير الا كل خير بعدين سالم غيرتنا وانت ساير وياي انا ما بيقدر يفتح حلجه قم 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 لا يا ابوي الله يخليك ما ابغي اروح على راحتك لكن هذا يارنا والاصول تقول لازم اطمن عليه والحين يا عم ارخص لي انا ماشي على وين يا ابو على وين اللي يدش بيت ابو مسره لازم يضيف ويضيف عدل بعد وانت الله يسلمك حتى قهوه ما تقهوي ايش دعوه عمي يبا خيرك سابج ما قصرت ليش دومك مستعيل
مو هاي شغله، اخواننا الاثنين يكبرون برا، بعد ما اقدر اتاخر عليهم اكثر من كذي. افا افا اخوانك ينطرون برا؟ افا عليك بس، عيب والله عيب. الحين اخلي الحرس ينادونهم؟ لا عمي خلهم، انا باخذهم ووديهم معاي، وان شاء الله لده باكر اكون عندك. ليش باكر؟ ليش ما تجي اليوم المساء؟ ايه اليوم المساء ان شاء الله. مع السلامه. يبا تاخروا وايد. غايبة عذرا معايا يبا. حتى لو يبا، بس ما يتمون عنده طول هالمدة. اي يا عمي، انا خايفة لا تصير هوشة، تراك تعرف ابو مسرة وسوالفة. لا تحاتين يا يبا ولا تخافين عليهم، ما هو كفو ابو مسرة يسوي فيهم شيء. اقول ابو عبد الله. سمى يوم عبد الله. سمى الله عدوك. الا ما قلت لي انت ليش رايح بيت اخوك بالليل؟ مو هو يا وخذ مريم وذلف يعلى ان شاء الله ما يرد. اذكره يلا يا ام عبد الله، هذا اخوي مهما عمل من عمايل بتم اخوي وعضيدي. لا اله الا الله، انا ما قصدت ابو عبد الله، الا انت طيب وعلى نياتك. اخوك افعاله هي للشينه، ومريم ما تنلام لهدت البيت ويت مره ثانيه عندنا. اي صجبه، عاد مريم المسكينه كان خاطرها تتم معنا هنا، شكت تعبانه وهي في بيت عمي. إن شاء الله ما أنتم هناك وايد، قولوا آمين. آمين، بس أنت إيش تقصد؟ يبا والله إنك مبهين، شكل الليلة ورا روحتك شيء. تكفي بخبرنا. كل شيء بوقتها حلو. صدق عمي، قول لنا. والله ما بقول. بندور، لا تعور لي راسي، أنا ما خلصت من بوم السرة، تيني أنت بعد. إذا أنت ما قلت له، منو قال له؟ وأنا إيش دراني الله يهديك، يجوز حد من عيونه. عيونه؟ أول مرة أعرف هالشيء. ها، تبي تقنعني إنك ما تعرف إن أبو مسرة عنده عيون بكل مكان، بالدالية، على البحر، وإن كان يرضيك داخل البحر بعد. صدقني إنه خذا ما أدري، هذا أبو مسرة طلع مبهين. قندور، أنت فاضي وأنا وراي شغل وايد. طلعت مبهين يا أم سرة، بس أنا اللي لازم أكسب بالأخير. عساه ما يقعد ولا يتحرك من مكانه. خلاص يبا، إحنا نحمد الله إن السالفة خلصت على خير، أم سرة تأسف وفتكينا. صدقه يا أبو عبد الله صدقه. بعدين هذا أم سرة ما ناوي يجيبها البر، يا رجال الخلاص منه غنيمة. أنا أقول نجاب شغلنا، وكل ما بعدنا عنه نكون ربحاني. يا ابو صالح احنا نبعد عنه لكن هو يقرب لنا. ما يخالف يا يبا، ابو مسرة حلف بعد ما يقرب صوبنا لو ايش يصير. قالوا عقل كذاب احلف، قال جاك فرج الله. الله يهداك يا ابو عبد الله، خله في حاله، نحن خلنا نجابر شغلنا، عسى الله يوفقنا بس. يا الله وين رايح؟ بروح يا ريال صلاة المغرب قريب. اقول ابو صالح ايش رايك تروح ويانا الليله حق اخوي ابو ناصر؟ اخوك ابو ناصر؟ لا مشكور ما قصرت، اخوك الله يعقله بس. يلا الحين البنيه هذه المتة بتلعوزني، ما تريد تقول اني انا قريبتها، هذه مو اللي ما تحبني، ايش اسوي فيها بس؟ ايش عوشة؟ انت ما تحبيني، ليش سالم يهني وما خبرتيني؟ معقولة ما احبك يا سهيل؟ تعال 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 تعال. اصلا انا وانت نفس الشيء في هذا البيت. لا انا مينون ومو بصاحي، انت مو كذي. صدقني يا سهيل انا مثلك، لو أن أبو مسرة يسمع كلام بنته كان من زمان قتلي فالي وحصاي، لو بعد يمكن كان طردني في الشوارع. أنا بعد ما أحب مسرة، هي ما تدانيني ما تحبني. وأنا بعد ما أحبها، لكن إحنا لازم نعيش هني وغصبا عنها ولازم نصبر عليها. إلا ما قلت لي
حبيبي سهيل. عويش انت تحبيني وايد وايد ولا شوية؟ أنا أحبك وايد وايد، وبيك تساعدني على رفيجك سالم علشان أحبك أكثر. كيف يعني؟ علميني، أنا بساعد، علميني. أنت ليش ما تفهم وتسوي اللي أقولك عليه؟ أنا أفهم عمي، بس أدري لا تقعد تبسبس ولا تقول أي شيء. اسمع، نعم، أبيك تروح بيت أبو ناصر وتقول أني أبيه ضروري على هالخشم تامر؟ أي، وما أبي أقابله داخل البيت، أبي أقابله عند الحرس هناك عند المدخل. أبشر، تم. اسمع، نعم، وأبيك تشوف بابو، إذا ما راح الهند تقول أني أبيه ضروري. أنت تفهم ولا لا؟ أفو عليك يا عمي، أنت تامر أمر بابو هذا لو بالهند أروح للسباح الليلة ويبلك. لا أفو عليك، هذا أنت ساحر وأنا ما أدري. خشمك يا بابا. والله ما اعرف عمي ليش راح حق ابو ناصر، مع انه حاولنا يخليه يتكلم بس ما رضى. تدرين عاد سعود، لولا اني خايف على ابوي انه يتضايج او يتعب كان ما بروح بيت عمي ابو ناصر اصلا. ها انا ادري، والكل ما يبي يروح، بس كلام عمي ولازم نطيعه. آخ النوخذ آخ، متى يبدي الرحلة عشان أروح وأفتك من عور الراس هذا كله؟ متى؟ إن شاء الله بتروح حبيبي وبتنسى، بس ها خلود مو تنساني. شنو؟ أنساج؟ أنا أنسى الدنيا كلها ولا أنساج؟ في واحد ينسى نظر عينه؟ بعدين سعود أنا قاعد أتعب حق منه يعني؟ حق منه ها؟ إن شاء الله يا حبيبي باكر الصبح تقعد بدري وتروح والله يوفقك يا رب. اجمعين يا بعدي. فاطمة يمه، أبوك وأخوانك يتجهزون وأنا بعد بروح وياهم بيت عمك أبو ناصر عشان نخطب مريم حق اخوك محمد. فاطمة، ايش فيك امه؟ فيك شيء؟ فيني شيء؟ سعاد مضايقتك بشيء امه؟ الله يهديك امه، اصلا سعاد اخر همي. فاطمة، انت بنتي يا امه، وأعرف الزين وأعرف كل اللي يدور براسك وبقلبك. إيش فيك يما؟ تعبانة يما، أحس إني بروحي، ما حد حس فيني. أقوم من الصبح كل يوم وأسوي شغل البيت لي بالليل، في النهاية أنا قاعدة بروحي، ما حد حتى يسألني إيش فيني، ما حد حاس فيني. ما فاطمة يا يما، أنت الخير والبركة، ما حد يقدر يقول غير هالشي. قولي لي يا يما، شو اللي يدور براسك؟ أنت إيش تبي تعرفين؟ أنت تبين صالح ولا المطوع منصور؟ ما أعرف، أحس إنه يمكن في ود بيننا، بس ما هو ما يحرك عمره. ساعات أحس إنه يخاف علي، ساعات أحس إنه يرتبش لما يشوفني، بس ما عمره ما صرح لي بكلمة. ما أعرف يما. فاطمة يما، صالح تربايته زينة وريال سنة، وإذا ياه وتقدم لك وطلب إيدك، أنا وأبوك وأخوانك كلنا راح نوافق، وأنا أولهم. قولي والله. والله يمه، صدقيني. بس خلي يدبر نفسه مع سالم،
لو اخوانك كلهم بيوافقون، بس سالم ما ظلتي يا يمه. تأخرنا يا سالم. سالم الحين معاند من ترايح ويانا؟ يبا السالفة ما هي سالفة عناد، بس هو اللي يخليك ما بيروح. ترايح أنا ماني ملزم عليك، أخوانك في السدود. ترى أنا ما كان ودي أروح يا سالم، عارف مرض حمد، بس الواد لزم عليه ما اقدر اعصي امره. لا يا عبد الله لا، انت العود ولزوم تروح، ولا بتقعد يا ابن الياهل. الياهل له الله وامه يمه. يلا يلا يا ابو جاسم، يلا ليلتك. يلا مبارك. يلا يبا يلا 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 دباغنا دباغ. يبا 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 في ريال هنا، هناك في الحجرة. ايش فيك هالشكل تركضين وتصارخين؟ فوين هالريال هاي؟ وين شفتي؟ يبا كنت طالع من المطبخ وسمعت صوت واحد يون، وبعدين يبا رحت على الصوت ولقيت ريال مربط في الحجرة فوق. عمي هذا ولد الماحي. هذا يا بنيتي ولد الماحي، ولد الماحي الحرامي اللي دخل يسرق. اي هذا الريايل صادوه وحطوه في السجن. وليش يبغى تسجنونه بعد يا بنيتي؟ لازم لازم يسجنونه علشان عشان يقر ويعترف. نعم يعترف. حرام يبا حرام، ظهر والحين ما يصير ريالي تم بدون ماي واكل. اي ان شاء الله تم تم. اعطيناه ماي. أعطيتوه؟ نعم. إيه إن شاء الله. أنت روحي روحي الحين روحي. لا يبا مو برايحة الحين، تظهرونه. إيه إن شاء الله تم. عتيج. نعم طال عمرك. أكرموا الريال، عطوه عيش ولحم أكرموه. غير الماي؟ إيه غير، أكرموه. حرام حرام. بنشربه مرق عمي. إيه إيه شبعوه شبعوه. تعال تعال يا ميت تعال. اشبعوه اشبعوه عدل. ها مرق مرق بنشربه. اشبعوه. نعم نعم. إيه. ما تكسرون فيه. أبد أبد. بالخير مصيب. الله بالخير ابو عبد الله، الله بالخير. يا اهلا تفضلوا تفضلوا. احسنت بارك الله فيك. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. اهلا اهلا. وين وصلت؟
هاي بنيتي، ان شاء الله الحين ارتحتي. هذا انا هديته ولد الماحي، رغم انه ما قصر وسرق مخازننا قبل كم يوم. بس يبا انا احس ان احنا عايشين غير الناس. يا شنو هذا لغز؟ يبا هالبيت كنا سجن عود، وعايشة وعتيق ويمكن سهيل بعد يساعدونك باللي تسويه. دي شو تقولين يا بنيتي؟ الله يهديك. اي يبا احس اني اسكن هني وما اعيش مثل خلق الله، وين ما اروح القى حرس وعتيق اعوذ بالله منه، وعايشة البومة اللي تقص عليك بحصاها وتاخذ بيزاتك شوي شوي. يا يبا انا تاجر وتاجر عود. يبا التاجر بالسوق ما يتاجر بالأراضي. التاجر يا بنيتي التاجر في كل شيء، التاجر في الأراضي، التاجر في الذهب، التاجر في الأكل، حتى الهواء، حتى الهواء ممكن يتاجر فيه. علشان كذي يا حبيبتي احنا غير عن كل الناس. التاجر محتاج له حرس يحمونه يحرسون حلاله، عشان كذي احنا غير عنهم كلهم. يبا ولي خليك خبرني بس مرة واحدة، ايش سالفة سهيل؟ يبا هذا سهيل سالفتها عودة. ولي خليك يبا، وش هي سالفته؟ مساك الله بالخير يا اخوي ابو ناصر. مساك الله بالنور. الحقيقة احنا جايين نتطمن عليك، وبنفس الوقت يعني ناخذ ما بخاطرك على اللي صار امس. والحقيقة انا جاي وعندي طلب ما بيكتردني، احنا اخوان ومن بطن واحد وعيال لهم هم اخوان. هذا عادي ده كان في الدنيا خير. ان شاء الله دوم بالدنيا خير. ان شاء الله ما ينعدم. طلباتك يا ابو عبد الله. جزاك الله خير. يا ابو ناصر انت تعرف ولدي محمد. ولدي محمد هو ذراع اليمين، هو اللي ساعدني بالمزرعه، واخلاقه ما شاء الله ما على منقود. ويا ما هو ساعد بنيتنا مريم يوم انه صار لها اللي صار. ايه محمد ريال زين طيب وابن حلال. جزاك الله خير. عاد حنا جايين خطب إد بنتنا مريم حق ولدنا محمد، وحنا نعزها ونحشمها وبنحطها بعيوننا. صدقت يا ابو عبد الله، هذه بنيتنا واحنا نبيها حق ولدنا. ان شاء الله يصير خير. حنا اخوان يا ابو ناصر، انت وياي الظفر ما يطلع من لحم، احنا سابحين ببطن واحد. اقول يعني بنيتنا بتعيش بيننا ببيتنا، وبيتنا بيتك واحد، يا ليت انت تعيش بعد هناك ويانا. ايش قلت؟ نعم داخل. تفضل. ابو ناصر ايش معنى هالكلام اللي تقوله؟ هذا معناته انك ترفض نزوج البنت من محمد. لا يا ابو عبد الله، محمد ريال سنع، لكن انتوا احوالكم بارك الله فيكم تعبانه وايد، واذا تزوجتوا مريم بتتعبونها اكثر. عفا عليك يا ابو ناصر، عفا عليك، بس مريم بنيتنا والحال الحمد لله خير، وان شاء الله بتكون للاحسن. ايش فيك انت؟ الزواج ما بحبر على ورق، الزواج تعب وكد وجهد، ومحمد من هذا كله ما عنده شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما علي يا يمه ما علي، خلي طايح. الله يعميك ان شاء الله وفتك منك ومن بلاويك ان شاء الله. يلا داخل. ايش فيك يا ابو ناصر؟ الصينيه طاحت من ايده، ايش صار يعني؟ حرام عليك كسرت خاطر البنت. الله يكسر راسها ان شاء الله وابتك منها. ها حلمك الشر منكسر.
اسمع يا اخوي ابو عبد الله، هاي بنتي وربيها على كيفي، سمعت ولا ما سمعت؟ يلا يبا، ما لنا قاعده بهالبيت. يلا يلا يبا، يلا يما، يلا. يا بنت الحلال، الحين شوفنا ابو مسره ايش بيقول. ما بيقول شيء، تعال يلس يلس. يلا طالع كل هالبيزات، يمكن يكونون حق أعطيك كثر ما تبي، بس أبيك تنسالي الفريج، تنسالي الفقر اللي ربيت عليه. الحياة نعيشها مرة، وحرام نعيشها بفقر وحرمان. حرام تضيع شبابك عشان كسرة خبز. البيزات خليك مثل الملك، تآمر وتنعي مثل أبو مسرة ويمكن حسن. اي بس انت ما قلتي ايش المطلوب مني مقابل كل هالفلوس. ابيك تشتغل ويانا نحن الاثنين. اشتغل معاكم انتوا الاثنين؟ شلون؟ ماني فاهم. انا وابو مسرة نفس الشيء، ما نفترق عن بعض، وإذا خدمت أبو مسرة كأنك خدمتني، ومع الأيام بقول لك بإيش تخدمني. إيه بس ترى أنا ما أحب الكذب والحرام. أنا ما قلت كذي ولا أنا أحبه، بس أنا أبيك تعيش ويانا هني في البيت وتطلق الدالية بالثلاث وتغوص بالمال والعز. ايش قلت؟ دام قصد عمي كذي، حرام محمد ياخذ مريم، هي ما تناسبه. حرام عليك انت يا سعاد، مريم ومحمد من زمان يحبون بعض، من قبل المسكينه اللي تصير طرمه. بس يا فاطمه باكر اللي عرسوا، شلون تتفاهم مع ريلها وعيالها؟ محمد ومريم يعرفون حق بعض زين، ويعرفون شلون يتفهمون، وباكر لين يابا وعيال الله معاهم وبيساعدهم. ما ادري يا فطوم، انا هذا رايي، وبالنهايه محمد ريال يعرف مصلحته. محمد عقل ويعرف ايش يبي بالضبط. المهم عقبالك انت يوم نفرح فيك. انا؟ اي انت، ليش لا؟ صالح ريال طيب، وكل اهل الداليه يحبونه. انزين شفتي مساء ايش قلتي انتي؟ تبين الحين سالم يقول حرام انتي ما يستاهلك صالح؟ شوفي فطوم، هو صد صلوح راعي سخول، بس الشغل مو بعيب، وصدقيني يا فاطمة صالح ريال طيب وكل اهل الدالية يحبونه. على قولتك. بس صدق سعد انا ما تغشمر، اظنين بيه اليوم اللي انا اتزوج فيه وارتاح. ان شاء الله يا فطوم انك تعرسين وكلنا نفرح فيك. Thank you.
مسرة. هلا قرب قرب تفضل. مفاجأة مفاجأة حلوة ان سالم يكون هني. ايه ابو مسرة، لما يا سالم انت كنت مشغول ويا بنتك مسرة فما حبيت ازعجك. ايه طمني، ان شاء الله الوالد اقتنع باللي خبرته. ايه ان شاء الله ان شاء الله عمي بيقتنع، بس عمي يعني يا ريت لو ما تعيد السالفة عشان ما تحرجني. بس لا خلاص ابو مسرة ما راح يحرجك، عشان خلاص انت صرت منا وفينا الحين. لا اخبار وايد حلوة، بس ما قلتوا لي سويتوا. ما اقوله، مستحيل عمي يرفض يزوج مريم حق محمد. زين ليش؟ مسكينة مريم يا فطوم، لو تمت على هالحالة هذه الله يستر شو يصير فيها المسكينة. والله انا ماني عارف شو اللي اسويه، ماني عارف اتصرف يا امينة. انت يا ابو عبد الله عداك العيب ما قصرت، لكن اخوك هذا الله يهداه فاقد عقله. لولا مخافة الله يا هبه والخوف على البنية المسكينة مريم كان عرفت شو اسوي. مهما يكون هذا عمك يا محمد، حشمته من حشمة الوالد. والله يا عبد الله عمك هذا لا خلى حق نفسه لا حشيمه ولا جيبه، ما ادري ايش صار لهذا. يعني لو ان عياله هدوه وراحوا برا، اللي يدرس واللي ترزق الله لازم يصبر ويوكل امره لله سبحانه وتعالى. تبي الصجيبه، انا اول مره احس ان مريم مسكينه، ابوها ظالم وجاسي ما بقلبه رحمه، لكن الله على الظالم. لا تحطي يا يما، الله وياها. ونعمة بالله، هذا قدامنا يهاوشها ويصرخ عليها ويسبها، من ورانا شو يسوي فيها؟ أنا أقول يا يوه لازم تشوف حل مريم، إن ظلت كذي بتموت من أبوها. لا تحاتي يا محمد، مريم ما راح أخليها بروحها. وين درب؟ تعبان ضايق وأبي أمشي، بغير ثيابي بطلع. يا يمه لا تسوي شيء تندم عليه. ايش بيصير يما اكثر من اللي صار اليوم؟ لا تحاتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا ماني عارف شو اللي قاعد يصير بدنيانا، ماني عارف. خلاص عاد لا تصيحين، تسوين بنفسك ما تسوين، ما بتتزوجين محمد ما بتتزوجينه، سمعتي ولا لا؟ سمعي بعدين، انا الحين ساير برا وبرد، بس ها بصك الباب عليك مو تفتحينه، دير بالك زين، حسبي الله عليك وعلى شكلك. بعدين اسمعي، انا بشرب بشرب، شو تسوين؟ سوي اللي تبي تسويه. لا اذا كذي انا خلاص تطمنت، الحين اعرف شلون اتصرف. قلت لك ما صدقت، وهذا انا اقول لك اياها من جديد، فالي ما يكذب واللي يقوله يصير، اذا مو بالحين بعد مده. يلا يلا سالم ابيك شوي بالمكتب. ليش ما تبي تتكلم هني؟ لا مو القصد يا عائشه، افا عليك، بس انت تعرفين قدرك وقيمتك عندي. خلاص براحتك طال عمرك. ايه هالشكل ابيك عوش. سالم عقب ما تخلص من بوم سرة أبيك إن شاء الله.
والله حرام اللي يسويه عمك هالخبلة هذا. عيل حد يطيل ريال سنع مثلك؟ لا وبعد انت ولد عمه. انا ادفع عمري كله يا نصيب، واعرف بمبارك ايش سوى بعمي ابو ناصر اللي قلب حاله فوق تحت، مو بلاقيها من عياله ولا من هالزفت اللي شربه. لا والله يا محمد، عمك من يوم ما انولد وهو غير عن ابوك، بس نصيحتي لك انك تصبر، واخرتها ابي يعرف ان ولد عمها هو المناسب لبنت المسكينه. لا تشكي حزن لانك قويه تساس، محفوظه من رب السماء، واحنا لك الحراس.